ولكن دابا أنا كبرت، أنا في عمري 68 عام، ما يمكنش تدخل لي في دماغي بأن الإله ما عنده حتى شي مصلحة في العباد ديالك in one hand، ولكن بني واحد جهنم اللي مستعد يستعمل فيها أقصى أنواع العذاب ويعذبك pour toujours. وتقول لي بأن الدين العبادة والإيمان به ما عندوش قيمة. علاش؟ حيت باش تبني جهنم سي ان انفستيسمون، باش تخلق الكره الارضيه بلي كونديسيون ديالها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. انت داير هادشي كامل في سبيل انه عباده. اذا العباده الي امبورطونت ليك، نتايا مهمه بزاف عندك، انك ضيعتي فيها كاع هاد الانرجي وعطيتيها كاع هاد الفلسفة ديالها وعطيتيها. إذن هنا فين كيتطرح السؤال الإخوان، فاش كتقول لي واحد الإله بنى جهنم، كنتسائل أنا كنقول وما معنى رحيم؟ واحد الإنسان لرحيم امبوسيبل، أو لا واحد الكائن لرحيم امبوسيبل يعذب الإنسان انديفينيتيفمون. احنا كإنسان إلا بنت لا، ربما بعض الخطرات كتبان لك حشرة، حشرة مضرورة، ماشي حيوان، ماشي كلب، ماشي مش، ماشي طوبة، حشرة. وبعد الخطرات كتشفق على هذيك الحشرة، وفاش كتقول لي بأن خالق هاد المجرات رحيم، يعني واحد الرحمة مطلقة، وبني جهنم، أنا ديما كنت سألت نقول أشنا هي القيمة ديال هاد ديال العبادة بالنسبة للإله؟ أشنو غادي يوقع الإله إلى ما عبدتيهش؟ إلى استعملتي الحياة ديالك كنتي غير بيزي، كنتي ملهي كتقلب كيفاش تشرب، كيفاش تأكل، كيفاش توكل العائلة ديالك، كيفاش تخبع الشتاء وتخبع الحيوانات، وما عندكش وقت أنك تفكر فيه واش كاين ولا ما كاينش. ديال لير تحياتي. هاد الإله هذا تعاملنا بحال الدراري الصغار، بحال الآباء مع الوليدات الصغار. إلا درتي عقلك غنعطيك حليوة، وإلا درتي البسالة غنعطيك العصا. إيه هاكا تيتعامل الإله مع الإله الإبراهيم. إكزاكتومون. ونهضرو كوكنا كيتعامل بحال هكاك، ولا المشكلة كيقول ليك درتي البسالة غندخلك الجنة، ولا درتي لا درتي غنعطيك حليوة ونشوف واش غندخلك الجنة. الجنة فهمتي؟ وما منكم إلا واردوها. هذا راه إنسان، وإنسان قاسي لواحد درجة كبيرة الإخوان. واحد الإله كيبني جهنم وكيتحلف بأنه ما عرفش شنا هي اللذة ديالو فاش غادي يشوف مثلا مليار ديال الناس كيتحرقوا في جهنم. أنا بغيت نشوف هذا الإله، نشوف أشنا هما، أشنا هي لا غياكسيون ديالو، أشنا هو الهدف اللي وصل ليه. يعني واحد المسألة، هاد المسائل غامضة احنا آمنا بهم from the get go، من الأول آمنا بهم حيت احنا كنا صغار في العمر ديالنا. إله مريض، إله fucked up. علاش؟ حيت ما يمكنش هذاك الإله ما يعكش البيئة اللي جا من هاد الدين. الإله ديال الصحراء خصو يعبر على الصحراء، فين ما مشى لاصقة فيه الصحراء، فين ما مشى غادي تلقى التمر، فين ما مشى غادي تلقى النخل، فين ما مشى غادي تلقى الخيام، فين ما مشى غادي تلقى الماء، فين ما مشى غادي ديما غادي تلقى عنده علاقه. ما يمكنش يخرج هذا الشيء اللي وقع في الاسلام. محمد ودوك الناس كاع، دوك المليار ديال الناس اللي كتبوا القران وهذا الشيء كاع اللي كان صحابو حنا جاي من عند محمد، حاولوا ما امكن يخرجوا من الصحراء ديال قريش، وما قدروش يخرجوا من الصحراء ديال قريش. تخيل ان الجنه فيها الخيام، انك تمشي للجنة وكاينه خيمة، ما كاينش يات، ما كاينش مانشن، ما كاينش القصر، كاين الخيام. هذا اللي كيفرقنا مع هاد الاخوان، ان احنا اعدنا النظر في الدين الاسلامي. كلنا كنعرفوا بان تزدنا في عمرنا 5 سنين 6 سنين، 50 سنين ما عمرك كتلقى شي دري في عمره 5 سنين غادي بوحده في الشارع. ديما كتلقى شي راجل ولا مراه ولا شي واحد كبر منه شاد ليه يده، يعني ان العقل ديالو ما قادرش يكون عنده لي كوردوني ويكون عنده لي روبير باش يمشي بوحده.
داكشي علاش ديما كنشدو الدري الصغير. في نفس الوقت هذاك الطفل اللي ما قادرش يقطع الشانطي بوحده، اللي ما تقدرش تخليه يمشي بوحده بلا ما تشدو من يده، حيت ما عندوش العقل، ما كيكسبش العقل، دابا ولا هو نفسه تيقول لك بان الله كاين، كيجاوب على واحد السؤال لأظهر الإنسانية، واش كاين شي خالق ولا ما كاين شي خالق. كتلقى دري ما قادرش يقطع الشانطي عنده الجواب عليه. اش كتعني هذه؟ كتعني بان هذاك الطفل الا ما عندوش العقل وعنده هذيك الفكره في راسه، اذا العقل ماشي مسؤول على هذيك الفكره اللي عنده في راسه. اوكي، وهذا هو اللي كنطرحوا هنايا، كنشدوا الاسلام وكنحطوا حداه واحد المخ كيف ما كنعرفوه، كتشد الاسلام كتحط حداه مخ وكنقولوا واش الدين ميكس سنس لهذا العقل. اوكي، اسكو لو لا ريليجيون في دي سنس لهذا العقل هذا؟ هذا هو اللي كنشوفه. فاش كنديروا هذه القضيه كنقولوا بان الدين نيكزيست با، الدين صناعه انسانيه. الى خدمنا العقل كنوصلوا لهذه الخاتمه، ان الدين صناعه انسان، الاله هو من صنع الانسان. الجنه والنار وجبريل والملائكه والجنون وهذاك الشيء كامل من صنع الانسان. اولا انا بغيت نعرف كيفاش هذا الاله الا بغى يهضر مع الانسان اش غادي يقول لهذا الانسان. انا ما عمرني سمعت هذا الاله غيقول الانسان الا بان لك الحنش هو واحد الكائن حي اللي ما عندوش ليدين ورجلين وكيزحف بحال شي تيو، ما تقربش ليه راه مسموم. انا الا كان واحد الاله غيهضر مع الانسان انا كنظن اول حاجه غادي يقول ليه ما تلاحش في المرا غادي تغرق، ما تلاحش من فوق شي حاجة عالية راه غادي تطيح على راسك وتموت، إلا كانت شي حاجة كتشبه العقرب ولا كتشبه الحنش بعد منها. أش غادي يقول لنا هذا الإله إلا بغي يهضر معنا؟ ممكنش يقول لك شي حاجة كتر من عبدوني، خصكم تعبدوني، حيت ممكنش غادي يقول لك ها كيفاش غادي تجوش ولا كيفاش غادي تطلق. يعني هنايا بحال كنقولوا واحد الاله جايبنا، وهذه هي الفكره اللي جاب الاسلام. الاسلام جا قال لك الانسانيه كلها كتبني الثقافه ديالها بوحدها، انتوما خصيصا انا اللي غادي نبني لكم الثقافه ديالكم، انا اللي غادي نقول لكم شكون هما الازواج ديالكم. شكون هو؟ قادر هو طلع. قادر ياك جمجم قادر. جمجم تفضل. قادر تفضل. هاد قادر هو اسماعيل. لا والله ماني اسمع يا اسمع، هذا مش عارف راكم تتهموني باسماعيل هذا وانا ما نعرفوش كاع. عزيز راه واحد طلع لنا الدم، واحد لصق فينا، واحد لصقه ولينا كنقولوا يا ربي ما نلقاوش شي قنت اخر. تفضل اخويا قادر تفضل. والله انا كنت والبارح سمحوا لي كنت شغل الباتري كملت على الاخر هي خرج كاع طفى، سمحوا لي البارح كنا دايرين حوار ما شاء الله بناء وكاع ورانا هنا. احنا نسينا كاع اش وقع البارحه خويا كادر. معليش هو سمعتكم. انت مسلم قادر؟ انت مسلم؟ نعم مسلم. مسلم. علاش انت مسلم؟ خاطش منهج الحياه في الاسلام. علاش انت مسلم؟ كنتي جيتي لهذا الوجود شويه ضاتي لقيتي راسك مسلم، علاش انت مسلم؟ والحمد لله يا ربي خرجت مسلم وزدت كي كبرت تاكدت من الاسلام تاعي وان هذه هي الطريقه الصحيحه للعيش هنا فوق الارض. اوكي، زدتي لقيتي بان الطريقه ديالك هي اللي صحيحه. انت علاش كتختلف على واحد مسيحي ولا يهودي ولا بودي ولا سيخي؟ كلهم داروا نفس الشيء، زادوا في واحد الواقع من وصلت عندهم 30 40 50 عام بقاو مسيحيين بقاو يهوديين بقاو بوذيين. علاش انت باش انت احسن من هاد الناس كاملين؟ واش يمكن تكون كلكم عندكم الحق ولا واحد فيكم اللي خصو يكون عنده الحق؟ شوف بالنسبه للديانه الابراهيميه كان كلنا عندنا الحق،
الاختلاف وين؟ أنه عندما نزلت الكتب على المسيحية وعلى النصرانية واليهودية هولد اون هولد اون هولد اون تحريفوها. باش عرفتي باش عرفتي راسك انت عندك الحق. اسمع الاخ، دابا باش ناخذ الديانات الابراهيميه والديانه البوذيه مثلا. الديانه البوذيه من صنع الانسان. دابا البوذي نفس البروسيسوس اللي كدوز منه انت كيدوز منه هو البوذي. البوذي كيتزاد في واحد غير اسمح لي نشوفوا اشنا هي لا ديفيرونس. انت كنعرفوك لي زيتاب اللي دزتي منهم. دزتي مسلم، كبرتي في العمر وقلتي غادي نتحقق من الدين. البوذي حتى هو نفس الشيء، كيتزاد بودي كيكبر في العمر، كنتسولوه تيقول لك حتى هو كيقول لنا حتى هو راه بحث في الدين ولقى بانه عندي الحق. علاش انت عندك الحق وهو ما عندوش الحق؟ حيث ما يمكنش يكون تكونوا بجوج عندكم الحق. علاش انت عندك الحق قدر؟ شوف الاخ، انا ما نفهمش في الديانه البوذيه، هذه واحده ما نش عارف اش واش ماشي لعبه. بالضروره تفهم الديانه البوذيه، خصك تفهم كيفاش الانسان كيفاش واحد الانسان كينتمي لواحد ثقافه معينه. انت دابا الاخ قدر جزائري، واش كنت زدتي في المغرب، واش كانت اللكنه غتكون عندك جزائريه ولا غتكون عندك اللكنه مغربيه؟ لا، غتكون عندي اللكنه مغربيه. اشنا هو الفرق ما بين اللغه والدين؟ نفس البروسيسوس كيدوزو منه بجوج. اذا انت يا فاش قلت لك دزتي في المغرب، الا واش اوكي قادر الا دزتي في فرنسا، واش كنتي غادي تكون مسيحي ولا كنتي غادي تكون مسلم؟ وهذه شوف، ما يمكنش تقول. سولتك جاوبني يا صاحبي، عاد قول لي غادي شوف، واش الا دزتي في فرنسا كنتي غادي تكون مسلم؟ كنت غادي نكون مسلم. اوكي، واش الا دزتي في فرنسا كنتي غادي تهضر باللكنه الجزائريه؟ لا، نهضر بالفرنسي. اكزاكتومون. علاش الدين كيختلف على اللغه يا اخي؟ الدين هذا اللي نزل علينا الاسلام، الارضيه كلها، الارض الكوكب هذا كله، تمعنوا فيه، بحثوا فيه، قراوه مليح، صدوه صحيح يلي فكر خير. صدوه صحيح، رحنا قريناه. اللي جابوا الاسلام، هذا الشيء كيضرني، اللي جابوا الاسلام تقاتلوا بيناتهم، هادو اللي جابوا الاسلام، ياك محمد والصحابه. الصحابه المبشرين بالجنه تقاتلوا بيناتهم على السلطه وعلى المال، اش من دين؟ واش انت كنت معاهم كيدابزو هما وانت كنتي معاهم باش كتامن دابا؟ وانا نامن. جمجموا الاخوان، جمجموا، راه غادي يسدوا لنا اللايف. اش دخلني انا في الخلفاء واش داروا دابزو وما دابزوش؟ هما غادي يسالوا عليها عند الله تعالى. خصك تشوف اصل الدين، شنو الناس اللي كانوا جابوا الدين. اسمعني الدين ما جابوهش الصحابه ولا جابوه رسول الله والقران الذي نزل على محمد. الرسول دار الغزوات وترى ما نزل حتى شي. اسمع قادر، الفكره هو انه دابا تقدر تعطينا دابا هذا الدعاء كبير ان خالق هذا الوجود كامل هضر مع ناس ديال قريش، الدعاء كبير. تقدر تعطينا شي حاجه، شي ميساج قالوا لمحمد اللي كنقبلوه دابا وتنقولوا هذا واحد لو ميساج زوين؟ اعطينا. عاود لي تشوف. اعطينا اش قال لينا الله. الله هضر معنا، صيفط لنا 60 حزب، جا واحد خينا سميتو محمد، عاش معنا، كتبنا كاع داك الشيء اللي دار في حياته. تقدر تجبد لي منه شي حاجه بوزيتيف للانسانيه، شي حاجه اللي كتدل على ان كاين فيه واحد الحاجه بوزيتيف، ونقدر نعطيك في المقابل مئات ديال الحوايج اللي نيجاتيف ما تقدرش ديرهم وكاينين في الاسلام. اعطيني شي حاجه اللي جابها الاسلام. حرم علينا الزينه، حرم علينا الخمر، عيب شويه. قلت لك اعطيني واحد الحاجه انت درتي لي بغيتي تزرب عليا. عيب شويه، حرم علينا الزينه. واش الحضارات الاخرين اولا ما حرموش الزينه؟ واش الثقافات الاخرين
ما حرموش الزينة؟ واش هذه شي حاجة سبيسيفيك جابها الإسلام، جابها الإسلام بوحده؟ فين حرموهم؟ فين حرموهم؟ شرف كيفاش؟ حرموا علينا على الإسلام؟ لا احنا ما وين كنهضروش على، لا وين الثقافات دابا هضرتي على الزينة. أولا واش الزينة حرام في الإسلام؟ اللي عندها شرع؟ واه الزينة حرام إذا مشيت مع واحد، مع واحد العبدة، مع واحد السبية، واش تعتبر زينة ولا لا تعتبر زينة؟ شوف باش ندخلوا في السبايه، لا، شوف وخصنا نديفينيو اشنا هي الزينة. وهنا هو الزينة، المفارقه صاحبي. واسمع صاحبي، الزينة هو انك تمارس الجنس خارج نطاق الزواج. دابا الاسلام تيقول لك الى شي وحدة سبية يعني عبدة تباع وتشترى في الاسواق، الى ما استي عليها الجنس ما كتسماش زينة. وهنا لازم نطرحوا ذاك الاشكال وين راه؟ واش الفرق بين الزينه والزواج الدائم والزينه الدائمه؟ خبرني تشوف الفرق بيناتهم واش هو؟ احنا اللي كنسولوك ولا انت اللي كتسولنا؟ وانا سولتك ضروك واش الفرق بين الزواج وبين الزينه؟ يا الزواج هي كتكتب واحد الكاغيط، واحد الحاجة كتكتب فيها وكتجيب الشهود وكتقول هذا زواج، يعني واحد خالق هذا الوجود مسؤولية ديالو انه يجوزنا في هذه الارض، يقول لنا كيفاش غادي نتزوجوا. انا بغيت نعرف علاش كاينين 8 المليون ديال لي زيسبيس والاله ما هضر معاه حتى شي واحد فيهم، ان دي دوين بيرفكتلي، يعني ان التناسل عندهم بروبر مقاد مصوب، داكشي كله بالونسي مقاد مصوب. علاش الاله غادي يقول لك انت كيفاش غادي تتزوج، كيفاش غادي تمارس الجنس؟ واش انت خصك ايه من السما تعرف بانها كيفاش كيدير التناسل؟ كتكون واحد المراه، كيكون واحد الراجل، كتعجبك، كيعجبها، كتماسو الجنس، كيوقع التناسل، المهمة ديالك كملات في هذا الوجه. عارف واحد شو خبرك في انت في Why is this so fucking difficult؟ علاش هذه ولات واحد المسألة معقدة كبيرة بزاف؟ علاش معقدة؟ تري تري سامبل، ما فيها لا زينة لا زواج لا حتى شي حاجة من هذا الخرطي كله، فيها مسألة عادية. معليش خليني نخرج أنا وياك من الإسلام، حرانا خرجنا من الإسلام. واش كل اللي حدد ليا باش نتزوج 3 و4 و5 و6 و10 باغي ندير 10؟ وي شكون يحدد ليا ضربو؟ انا خرجنا من الاسلام اسيدي، حدد لي انت طريقه الزواج وكيف نتزوج. قادر قادر دابا انت نعم حدد لك حتى الاربعه، راك الله يعمر هضر ياك. دابا حنا كنا كنقولوا 4 راه بزاف، دابا تقول شكون اللي هيحدد لي؟ يعني دابا هو معاك لا لا باش تعرفي التحديد 4 واش هي. سمعيني سمعيني اصبر خليني نهضر، من الصباح انت كتهضر. واش اخبارك انت بان كتبان لك نورمال تكون آية نزلات باش تقول للرسول يتزوج بزينب؟ كتبان لك هاد القضيه ديال هذيك ديما وانت تخشى الناس والله احق ان تخشى، ديما ديك المنافسه مع الاخرين. اسمع، فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. كان الرسول متبني واحد قبل من الاسلام وزوجوا البنت عمو وسميتها زينب، وهذيك زينب كانت كتجي كانت كتكبر على رجلها زيد، وزيد مشى عند الرسول قال لي راك تكبر عليا، ما نقدرش نكون مع وحده دافعه عليا كبير زوينه عليا وعندها عليها عليا الخير. قال لي هي حاول تصالح معاها، وهذا الشيء ماشي كلام من عندي، هذا الشيء كيقولوا نو سير اند واتش سمثين اول يو جايز توغيدر. وات ذا هيل مايك سد ليقو، راه المايك محلول عندك، ليقو راه المايك عندك محلول. جايز واتش سمثين توغيدر جيت اوت اوف What the hell is this؟ قلت لك قادر هذا ماشي من عندنا احنا ولا من كيسي، هذا الشيء كيقولوه الناس اللي كيفسروا هذيك الايه، كيقول لك وزوجناك، ها زوجناك يعني الرسول زوجناك زينب باش، وهي كانت اصلا معروفه في التاريخ كانت كتباها على زوجات الرسول الاخرين، كتقول لهم انا زوجني الله من السماء، لان في الايه هي غيتزوج بها، كتقول لهم انتم تزوج بكم بغا، انا راه الله اللي قال لي تزوج بيا، باش يقول زعما لك انت مربي شي واحد ماشي مشكله. واسمع بعدا، وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن، من كيساليو منهم
باش ما يقوليش واحد قضى ماشي هي قضى، قضوا من هنا وترى وكان امر الله مفعولا. دونك هو كيقول لي هي سير تصالح معها الله يهديك، ولكن هو ديجا عارف راسو قال لك نزل عنده الوحي باش هو اللي غيتزوج بها من بعد. واش انت كتجيك نورمال تنزل ايه تقول لي تزوج بمراه وحده اخرى كتقول للناس الا كليتو سربي وخرجوا في ساعه، رأينا لأن الرسول يستحي أن يخرجكم والله لا يستحي. هذه آية سنقولها لك إلا بغيتي نقولها لك. يعني أنت كيبان لك تخرج آية كتقول اسمح لي أعطيني ثانية كتقول هذا ما تأذيوش الرسول ذلكم كان يؤذي النبي، ملي كتقول تحتو مع عيالته فاش هو خرج من الدار، هو دابا الرسول عرض لهم وليمة وخرج من الدار باش يتبعوه الرجال ما بغاوش يتبعوه، عاود دخل باش يفهموا راسهم يتبعوه ما بغاوش، وهو يخرج الآية اللي كيقول ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتهمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إلا هدرتو مع عيالاتو ما تهدروش معهم مباشرة، كيفاش دابا كيديروا الخامية بالمرأة والرجل، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وباقي شوية وما كان لكم أن تؤذوا الرسول والله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني هو حاجة اللي مسلكات تخرج يومين من بعد ما تنعسوش مع عيالتي من بعد وما تزوجوهمش ولا هضرتو ما تشوفوش فيهم نيشان، لحقيتاش دو جوغ افون عرض عليهم كيخرج عليه ديك اللعبه كتبغي تضياف يتبعوك وما فهموش راسهم كيهضروا مع مرتو اللور وما عجبوش الحال. يعني دابا نتك تشوف الكتاب هو للعالمين وتيخرج لا ما لا دخلتو كلوا في ساع ولا تستأنسون وما تكثروش الهضره والا جيتو ما تجيوش قبل من بزاف من العراضه بزاف. راه هذه ايات كلشي كنكتب باللغه العربيه، حنا راه ماشي شينوا، هادشي ماشي نورمال. مرسي الأخت باش نطرح عليك واحد السؤال وعطيني الحل من فضلك. تعقدنا في مسألة الزواج هذه والتعدد وكذا وكذا، احنا يضرك مثلا عندنا في المغرب انتم راكم 40 ناس ما الله يبارك ويزيدكم ان شاء الله، عدنا مثلا 35 مرأة عانش وعدنا 5% رجال، واش كون زوجو ديك 5% من الرجال تزوج هذيك مثلا؟ يا خويا هاد الاحصائيات هذه ما كايناش، هاد الاحصائيات ما راه كاينه، هاد الاحصاء عصاح سيدي عندنا حنا في الجزائر مشكل، الا عندك مشكل اسمح كتحلو. ما كيجيش خالق الوجود كيحل لك مشاكل، صح حلو لينا. كان عندها مشكل رفضوا على كل واحد يولد ولد واحد، انتم بغيتوا والله ولا خدام عندكم انتم يقاد لكم الثقافه ديالكم من دون عباد الله كاملين. انا بغيت انا اليونان بنوا الثقافه ديالهم بديهم، البابليون السريانيون، انتم جا واحد من الصحراء وبغيتوا الله يجوزكم ويطلقكم ويقول لكم اصاحبي فكر. قادر سؤال بسيط قادر، سؤال بسيط. الرسول لما مات خلوني نكمل المساله برك من بعد هذا سؤال بسيط. الا كنت كتعرف الاسلام الرسول يجاوب على هذا السؤال ومن بعد نروح لك السؤال اخي. الرسول ملي مات شحال من زوجه كانت عنده ببساطه؟ يعني الا كنت عارفه اقولها. ما كنتش عارف اخي ياك ماشي عيب. لا الا كنتي كتامن بشي دين خصك تكون عارفه، ماشي حنا كنقولوا لك الاحداث. الاخت جين مقبيله كتعاود لك من القران كيفاش يعني القصه ديال زيد والايه اللي نزلت. وانا على بالي كنت نسمع لها، كنت نادير وكنت نسمع لها. ما كنتيش كتسمع؟ لا كنت نسمعها. لا كنتي كتحاول كتقلب على الجواب في العود، ما كتكونسونطرا وتعاوب الجواب اللي كيعطيكم الانسان كتبداو تفكروا. راه واحد الاله ما غاديش ينزل خلق 200 مليار مجره غادي ينزل يهضر مع واحد الانسان بانت ليه في واحد الانسانه وغادي يحبس كل شيء وغادي ينزل يقول ليه فزوجناكها. سمعتي؟ راه هذا الشيء اللي كتقولوا انكرويابل. واحد الاله ولا كيقلب بغى يجوج واحد الراجل بواحد المراه، هادشي انا ما كنفهمش. انا هاد الاله خريتو عليه كاع، احترموه على الاقل، ما تدخلوش في هاد المسائل بحال هادشي هذا. خليني باش نرد على جين ولا نديرو. عندنا حنا في الجزائر عندنا 20 مرأة عانس، 20 مرأة عانس، خبرونا عطونا الحل كيفاش. والناس زوجناهم اسيدي نديرو زوجناهم كاع وقعدت لينا واحد الخمسة ملايين عانس، كيفاش نديرو لهم الخمسة؟ إذن الحل غادي يجيبو لك الله، الله جاب لك الحل.
لا لا تدير لي الحل خلاص، خرجنا من الإسلام. قال انت مهم لواحد الدرجة ان الإله خصو يدخل في الثقافة ديالك ويلقى لك الحل للمشاكل اللي عندك في المجتمع. واش هذا هو الإله اللي كتقلبوا عليه، ان إله غادي يجي يحل لنا؟ يعني المسألة ما بقاتش، يعني المسألة ما بقاتش مسألة روحية، ما بقاتش شي حاجة لي ميتافيزيك، وليت الله داخل غادي يجوزكم ويطلقكم. راه كنقول لكم تعديتوا على هذا الاله، راه ما يمكنش يكون خدام عندكم، راه ما يمكنش يكون عنده وظيفه في المجتمع ديالكم. انتم هذا الاله بغيتوا يجوزكم ويطلقكم ويقول لكم امتى تاكلوا امتى تشربوا كيفاش تفرقوا الورث ديالكم، وراه هذا راه اله خدام عندكم. خبرنا كيفاش نتعاملوا مع هذا المسائل اخي. لا ما خبرك على والو، حتى واحد ما خبرك اصاحبي. قعدت لنا 5 ملايين عانيش كيفاش نديروا لها؟ ما جاوبتونيش. إيه واش الحل غادي يجيبو لك الله؟ لا جيبوا لنا انتوما، انتوا حنا رانا ضق في الارض خاصنا حل، واش نديروا؟ وقادر اول حاجه المراه. اسمع اسمع بلاجه. انا مراه. يا السلام عليكم. المراه هنايا. عاد تسنى غنعطيوك المايك من هنا شويه. تسنى كاين راجل وكاينين جوج عيالات. العيالات 66% ورجعوا 33، ماشي مشكل، مشيو معاك في هذه القضيه. دابا واش دابا الحل باش زعما هذيك شنو زعما باش تسمى حتى هي شهاد سكس، باش تسمى حتى هي ولدات، شنو زعما تواضعتي مع دابا انت كتجي من واحد المنطلق ديال عتقتيها باش انت جمجمو تغطس تغطس هنا نهار 2 وتغطس هنا نهار 3 وترجع ثاني تغطس هنا نهار 4، والله ما عندهم ما يدار. شتي كاينين شي آيات، اسمع ليا، كل ما كيبداوش يا أيها الذين آمنوا وداك الصوت الجميل ديال التجويد، اسمع ليا أنا غنقول يا أيها الذين آمنوا، اسمع غير هاد الجملة قول لي واش كتجيك شي حاجة فيها عادية. هاد السطورة لا تدخل بيوت النبي، هذا فاش كيما قلت لك قبيله ما جاوبتينيش، قلت لك واش كيبان لك نورمال هاد الأسلوب؟ الناس هو حشم، يعني كتعرف ديك الغصة اللي كتبقى فيك الحال وما كتقدرش تطوف في الضياف، وكتجيب ديك الساعه باك ولا جدك الكبير وكيهضر وكيبرد لك الغديد، هكا هو اللي بان ليا انا. اسمع، لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه. اش معناتها ناظرين اناه؟ معناتها ما تجيوش قبل من الوقت، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. عشنه ينتشروا يعني سيروا في حالكم. دابا الله كيقول لك الا كليتوا فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ما تجلسوش تستانسوا بالحديث، يعني كما كيقولوا الخليجيين بيستانس، يعني عاجبوا الحال باش تهضر مع مرته هي مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. دابا هو يحشم منكم ولكن الله راه ما تيحشمش. شكون هو الله؟ كيهضر على راسو ان ذا ثيرد بيرسون، وحنا راه كنعرفوا راه سايكولوجي تيقول لك كيهضر على راسو اون ثوازيام بيرسون، علاش ما يقولش ان النبي فيستحي منكم وانا لا استحي؟ الا فان الله لا يستحي، راه هو اللي كيهضر ولكن ايغوتيستيكو. واذا سالتموهن متاعا، بغيتي تهضروا مع عيالاته فاسالوهن من وراء حجاب. عليها كتلقى بزاف دابا الناس السنين كيديروا ديك الخاميه في الكوزينه، كيجي الضيف كيوقف من الجهه الاخرى ما تشوف فيه، مشوات يقول لها عفاك الاخت هذا، وهي من الجهه الاخرى ما تشوف فيه، من وراء حجاب. ذلكم اطهار لقلوبكم، باش زعما كاين ما تزيغوش، وقلوبهن باش حتى هي ما تصيرش اذا كنتي بوغوس. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. هو تال منتظر جاء من دوك الضياف اللي جاو عنده وجلسوا كيجمعوا مع مرته، قال بأن ما عمركم حتى كاع نموت ما تزوجوش بهم عيالاتي، وكيبان لك انت عادي انتشروا، وهو يستحي والله لا يستحي منكم. وديما هادي ديال ديما، وانت كتحشم من الناس ولكن ما تحشمش غير مني انا، ديما ديما هكا كيبان لك نورمال. دابا هاد الاسلوب دابا ملي قلتو انا بصوتي ما عندي لا صوت ديال التجويد لا حتى حاجه، جين جين هذا تفسيرك انت ولا تفسير العلماء؟ قدر اسمع لي ماشي تفسيري، اسمع لي نقول لك فين هتلقاه وغادي تلقاه. هادو الائمه الكبار، هادوك الهامورين ديال الدين، انا هادشي قريته من السيت ديال الدين وفي السعوديه، وفيه كيقول لك غنشرحوا لكم. هذا كيشرحوا للناس اللي بغاو يتفقهوا في الدين، اللي بغاو يفهموا اشنو الايه وعلاش، حيت يقول لك وراء ولذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله زوجه زينب تعالى، راه هادو ماشي ملحدين ولا شي حاجه، هادو كيشرحوا لك الايه كما هي، خاص هذا الشرح يكون على اصوله.
دخل غير جوجل وكتب هذيك ديال ممكن فانتاشيرو، فانتاشيرو بعد هذا وغادي يخرج لك كل شيء من لي سيت ديال الائمه وكذا. ممكن ناخذ دقيقه معكم؟ ما تفسيريش اخويا انا، معليش دقيقه العقل باش تجاوبني على الاخت الخمسه خمس ملايين عاني سوا واش نديروا لهم، ما عطيتونيش الحل. بالله يا اخ كدار، بالله يا اخ كدار، تفضل الاخ تفضل. شكرا شكرا، تحيه لكم جميعا، موضوع جميل. انا النقطه اللي بغيت قبل منك الجزائري، قبل منك الجزائري، انا طلعت قبل منك اخويا، انا خذ دقيقه وخذ كلام. النقطه اللي بغيت نوضح هي في هذه الايه اللي هضرت لها الاخت، هي بمباشره محمد عبد الرب عدد الزوجات وغيزوجوا ببنت بزوجة ابنه هي زينب الزوجه الخامسه، وفعلا طلحه هو اللي هضر مع عائشه. سبب النزول اللي بغيت تسمعوها السي حاضر، سبب النزول طلحه هضر مع عائشه وقال لهم هاد الدريه هادي غيموت الرسول ونتزوج بها، هادشي وقع في هاد الايات اللي كتهضر عليهم وسبب النزول. فاش محمد وصلوا الخبر بان طلحه هو نسميه تحرش، هو قال غنتزوج بها ولكن نحن نسميه تحرش بها، فهنا باش يحرم عليهم وكيقول لهم ممنوع الزوجات ديالي ينكحهم شي واحد من بعدي. النقطة اللي قلتي انت بالنسبة للزواج، اولا اللي ما عارفش وما عارفش الناس بزاف، محمد تزوج بخديجة. مسألة الزواج هي وصلت لها الإنسانية قبل من الإسلام وكان زواج، فماشي تجي تقول لي أنت راه الزواج جبيب على محمد، كيفاش محمد تزوج بها خديجة وهو باقي ماشي رسول؟ الإسلام مازال ما كاينش أصلا، فهل الزواج عندك كاين. ثاني حاجة، الزواج في الإسلام شنو هو؟ الزواج في الإسلام شنو هو؟ هو تشريها، تعطيها الفلوس من عند بواها، تعطيها الفلوس سواء هي باغا ما باغاش ليهم، المهم أنت كتشري هذيك الفتاة. وباللي كتشري انت هذيك الفتاه وكتجيبها تزوج بها وعندك الحق تشري معها ثلاثه اخرين، فانت باغي دابا تعطينا الحل بان هاد العانسات درتيهم بحال قاطع غنم، تحطهم في واحد البيت وتخلي ذكر واحد يدور عليهم، يدور على هذوك الاناث. هذه هي الفكره الثانيه باغي تقول لي لا، للزواج لما كانش حب، لما كانش علاقه حب بين واحد الطرفين ما كنسميوش حنا زواج، راه بلاش. وانت عندك مثلا زوجه والده عندها رضيع عندها طفل وانت مخليها وماشي ناعس مع زوجه اخرى، واش هذه اسره؟ هذه راه ماشي اسره، هذه راه ماشي الحيوان ما تيديروهاش. انت عندك زوجه وحده وباغي تبقى الدور على ثلاثه اخريات. نقطه اخرى بغيت نزيد هي محمد اللي كان مثلا مع ماريا القبطيه، واش تزوجها؟ واش هذا نسميوه حنا زواج؟ صفيه واش هذا نسميوه زواج؟ قاتل لها الزوج ديالها وقاتل القبيله ديالها وجدتها كتنعس مع هذا، انت عندك تزوج؟ هذا ما كيتسماش حنا عندنا زواج، هذا سميتو اغتصاب. محمد فاش خدا الزيت خدا ليه بنته، والله كيجي يزوج وكيقول لك الله هو اللي كتب العقد وجبريل هو الشاهد، الله نزل باش يزوج محمد وعندو ربعه الزوجات، وفي نفس الوقت عندنا ناس فقراء ما عندهمش زوجات، اش كيقول لهم؟ اذا ما قدرتيش على الزواج عليك بالصبر، اذا ما قدرتيش بالزوج خذ لك جاريه ديباني بها، هذا قران كيقول لك وان من يستطيع منكم ان ينكح المحصنات من المجاريه تقضي من الجواري تيحن عليه الله. فالله هنا محمد عنده ربعه نازل كيزوج بوحده اخرى خامسه ومرت ولده، والفقراء ما كيهضرش عليه. تفضلوا سمحوا لي والمايك فين. شكرا. اشنا هي قسط؟ اشنا هي قسط كيكتبوا الاخوان قسط؟ بغا يقول زعما قاست. او قاست اوكي. شكرا. بلاتي قادر قادر بلاتي. شكرا. جمجمتي جمجم الاخ اللي قال قسط. قدر قلت لك في الاول ديك الاسلوب ديال هاد العنيسات اش غنديروا فيهم. المشكله الا قلت لك تخيل كل مره عندها الحق تزوج غير بجوج ما غاديش تبغي تخيل، لان غادي غالبا غتقول لي هذاك الشيء ما تخيلوش حيت ما كاينش وعمره ما يكون. لنفرض فعلا بريفلي، لنفرض فعلا كان حظ الذكر مثل حظ الانثيين، حيت انا ما عرفتش واش هو حظ الذكر مثل حظ الانثيين ولا حظه اربعينات في الزواج ربعه لواحد في الورد جوج لواحد، ما عليناش. نقول لك كل مره تقدر تكون هاد الزوج هي بجوج وانت مزوج بربعه، انت بالصحه انت عندك واحد نهار اثنين واحد ثلاثه الاربعاء الخميس وكترتاح الجمعه والسبت والحد، كتمشي للصبا وعاوتاني كترجع اثنين ثلاثه باش ما نخلطوهاش ماتيماتيك اللي نقولوا كي غتفرق لهم ثلاث ايام الاخرى. انت مزوج بربعه واحد اثنين الخميس اربعه العيالات، انا مزوجه بجوج واحد اثنين ثلاثه وكنتسنى ثاني اثنين ثلاثه الاخر، واش كي غادي يجيك النعاس انت واخا تكون مع امراه اخرى نهار ثلاثه وانا مرتك مع راجل اخر جالسه كنخبطوا في بعضياتنا تما؟
اجيك النعاس. لا دونك غنجاوبك على جواب. صبر صبر خلينا نكمل ندخلوا في نقاش. انا ما كنقطع. خليها تكمل جواب ديالي هو نبقى عانيسه حياتي كامله ولا نفرق راجلي مع شي وحده وتمشي يغسلو ويجيبو عندي انا نحطو في ماي ماوث. فهمتي؟ وانا سمحوا لي لان كاين واحد شويه العيالات اللي هتقول لك انا بغيت نكون ام باي ثمن واخا نكون الزوجه الرابعه يجعلها حيت بغات تكون مادر. كاينين هذوك واحد الشويات ولكن الاغلبيه ما ترضاش تزوج هي باش تسمى مزوجه الا ما عندهاش النفس. عندهاش النفس راه هذيك عابره القارات ماشي هي في الاسلام. راه تقدر تكون ميسترس وبغات غير تحمل ولا شحال وحده تمشي حتى ما عرفتش شنو ولكن هذوك تيمشيو لكاع السبرم بانك. عاد نجاوبك نبقى عانيسه حياتي كامله ولا نفرقوا مع وحده الا بغى ديك الساعه هو يطلق عندي تدخل ولا يخليني انا ولا يخليني انا وتزوج بالاخرى. اما ما تهزش لينا حنا الهم العانيسات تهز لنا. هذا مجرد رايك الشخصي وانت ما دابا انت راه مازال ما كملتش كنهضر معاه رايي الشخصي ماشي رايي انا. فوت وعاد سمنا صاحبي انت مسلم بالوراثه كاع ما تبقاو تخراو علينا كتنقزوا علينا على الاقل حنا على الاقل حنا كنخدموا العقل ديالنا. انتم كتجيبوا لنا داكشي من والديكم ووالديكم اصلا ما كانوش قارين. والديكم كانوا تابعين الحمير والبغال والماشيه والماعز وانتم دخلتوا المدرسه كتقراو. حنا كنستعملوا العقل هنايا. انتم كتجيو كشي حاجه جاهزه جابوها لكم والديكم. حنا داكشي اللي جابوا لكم والديكم كنحلوه بغينا نعرفوا اش فيه. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. قوش انتم كتعاملونا بحال حنا اللي اغبياء. راكم انتم اللي اغبياء. شكون هو الغبي؟ الغبي هو اللي كياخذ واحد الحاجه جاهزه وكياخذها تلكلب ما كيخممش فيها ما عندوش اصلا الحق يخمم فيها. واحترمونا من الاخت ها نترك قادر سنة تكمش قادر بليز أمنا هافيني بليز سنة كمل الأخت جاي. أولا ما كأدرى بشعبها. أنا مرة كنهضر للعيالات كنهضر لك علاش ماشي أنا بوحدي اللي مرة دايرين بيا البنات ودايرين بيا الصحابة دايرين بيا العائلة وكل شيء. أما هذاك الديزيد فود اللي تقول لي من الصباح وأنت كتهضري أنا راه أنا اللي قديمة هنا كنطلع باغفوا كنتصنت 45 دقيقة باش يسكتوا الناس عاد نهضر. ماشي أنت طلعتي هذه 13 دقيقة بغيتي تهجنا حيت حنا ديجا شادين العقل قبل منك والآخر قبل شوية أنت تطلع نقول لك ويلكم ويلكم ونسكتوا. هذا الأسلوب ديال احتقار المرأة غير نساو إتس غانا بي غون سون. سو الأغلبية العيالات عندهم الكرامة وتقول لك ما بغيتش نفرق راجلي مع التحد سواء هو يكون تيطلق وقع ضامنها كما قالوا ويجي عندي أو لا تيسالي معايا أنا ومشي عندها. ما بغيناش نشركوا. أغلبية ما بغيتش يشركوا وها هي اون فام كتصيفط الورود حيت كتتفق. هذا معنيته الاتفاق. عيالات أنت ملي كتهضروا على الرجال أغلبيتكم ناقصة العاطفة ما كندخلوش نقولوا لكم لا كتهضر على راسك كتهضروا على الشيء على الكمة ديالكم. وهذا الشيء اللي بغيت نقول. بغيت نطلع ماريا ما تتبانليش واحد ما تتبليش ما هزاش يديها صاحبي وقيلة مشغولة خليها حتى تكون مسالية راه هي غتهز يديها. داكور عند بالي باغا تطلع داكشي علاش نو ما بانش انا قلبت شكوني باغي يطلع. الاخوان اللي بغى يطلع الفوق يجمجم تسناوني نحل هذا المشكل ديال التجمجم عفاكم. اللي بغى يطلع دابا يعطيني جمجم دابا اللي هز يدو باغي يطلع يصيفط قليب وداكشي باش نخوي وراه كاين شي 10 د الناس تما باغين. انا ديال هذاك فود تفضل ديزيد فود حتى عنده شي مداخله بغا يهضر قبيله. فود تفضل دابا. اولا فود قول لينا انت منين بلاد المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر منين خويا؟ انا من الجزائر. مرحبا بك. اذا انت دزتي مسلم ياك؟ ما زدتش مسلم. راك انت لا ما زدتش مسلم. انا انت راك جوجيتني وانت ما تعرفنيش. اوكي قول لي اوكي انت جزائري زدتي في الجزائر انت اشنا هو الدين ديالك؟ انا الدين تاعي الاسلام الان. أوكي. الاسلام ولكن منين جبتي هذا الاسلام؟ انا جبته من انا تعرفت عليه على من العائله على كل حال ولا بحث وصلت القناعة تامة أنه الإسلام هذا هو الدين اللي حاب نعتنقه أنا. ما زال عندي أشياء. واش بحثتي باش تأكد من صحة الإسلام؟
ولا بحثتي باش تاكد صحه الاسلام؟ لا يعني لا بحثت الديانه كلها. اسمح لي، انا بديت من الالحاد، بديت من الالحاد ولا وجود، ومن بعد في الديانات وصلت انه بقيتي بان الاسلام، الاسلام هو اللي صحيح، يعني الدين ولا بالعقل ياك، ما بقاش بالايمان بالقلب وذاك الشيء، ولا شي حاجه اللي عندها علاقه بالعقل. لا الدين، شوف 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 يا اخي، الاسلام، الاسلام معجزه الاسلام هي القران، القران يخاطب. اوكي اعطينا شي حاجه كاينه، اعطينا شي حاجه في القران اللي معجزه بالنسبه لك انت. شي حاجه في القران، انتما في المغرب تبارك الله في المغرب، يعني نعطيك شيء ما على باليش، انتما عندكم، عندكم رقات، رقات في المغرب ما شاء الله. انت مغربي ياك؟ مغربي يا وي. نعم، في المغرب انا كاين واحد الرقات من بينهم الراقي جمال الدين هذا المغربي، يعني كتآمن بالرقات؟ كتآمن بالرقات؟ لا ما نآمنش بالرقات، آمن بالقرآن. آمن بالقرآن. اوكي، اشنا هو اللي في القرآن معجز بالنسبه لك نتايا؟ اشنا هو اللي كاين؟ انا القرآن، اذا اعطيتك مثلا، اسمع لي يا خويا، اعطيتك مليار كتاب وقلت لك هذه الكتبه كلهم كتبهم الانسان، واحد الكتاب فيهم سميته القرآن كتبه الله، كيفاش كيختلف هذا القرآن على ذاك مليار كتاب اللي كتبت الإنسانية؟ كيفاش كيختلف يا أخي؟ أنا قريت، أنا من هواة قراءة الكتب، قريت ملايين كتب في السنة. أوكي. نقرأ أكثر من 1000 كتاب. لما نهز كتاب، كتاب القرآن قبل ما نكون نعرف حتى المعنى تاع الآيات واللغة العربية باسكو تعلمتها مع الوقت، حسيتي بشي حاجة بحال الصبع. مش حسيتي بشي حاجة بحال الصبع؟ يعني عنده قوة روحانية جد كثيرة. السؤال هنا، أنت كملحد وما عندكش؟ لا لا لا، أنا اللي سولتك، أعطيني فين كاين هذا الإعجاز اللي كيدل على أنه خالق المجرات، خالق المجرات. قول لنا أش لقيتي في هذا القرآن كله؟ نتحداك، نتحداك أنت الآن، الآن على ساعة ونصف، هز القرآن وقرأ سورة البقرة، وقرأ سورة البقرة فقط، عاود اقراها وعاود ارجع لينا تكلم نفس الكلام اللي راك تكلم فيه الآن إلا قدرت تدير. أشنا هو اللي في سورة البقرة؟ أشنا هو اللي في سورة البقرة؟ لو كان تقراه وتقدر تتكلم، قول لنا أش كاين، ياك كتعرف المضمون ديالو، قول لنا هالي قال، قول لنا شي حاجة. أنا نقول لك هذا هو الإعجاز الروحاني، أنه الروح تاعك ما تخليكش تعاود تتكلم الكلام اللي مصباح وأنت تتكلم فيه. نعم، دابا دابا غتقول لي شوف، سمح لي، شوف تقول لا، ما تقولش يا فراغ روحي، حنا دابا شوف الا غتخدم العقل خدمه معنا، داك الشيء ديال الروح والغيبيات هذاك الشيء ما عندوش علاقه مع العقل نهائيا. الروح نيكزيست با، الروح اكزيست ان يور برين ذاتس ات، نيكزيست با في لا رياليتي، ما عندك عليها حتى شي دليل. وديك الروحانيات، هذيك الهضره الخاويه، دابا 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 واش اشنا هو اللي كاين في الاسلام يدل في القران يدل على ان هذاك الكتاب ديال خالق الوجود؟ خليني نتكلم يا اخي. قلت لك القرآن هو المعجزة، أنا أعطيتك تحدي، أعطيني من ناحية المضمون، قل لي فين هي المعجزة؟ أنا ما بانش لي، أنا كيبان لي القرآن كلام فارغ. هل قريت القرآن؟ هل عمرك قريت القرآن؟ قريت القرآن في عمري 50 عام. نعم. خرجت من الإسلام. نعم. قريت القرآن كامل، ما لقيت فيه حتى شي معجزة. فاش كنت صغير كان كيبان، اسمع اسمع، فاش كنت صغير، فاش كان في عمري 18 30 35 40 45 50، حتى لهذاك الوقت كنت كنقرا القرآن وكيبان لي بأن الله هو اللي كيهضر في القرآن. هذه من سألته داك الشيء ولا بان لي داك الشيء كلام فارغ من ناحية المضمون؟ من ناحية المضمون القرآن كله مصائب، كله مشاكل. نعم مصدقك، مصدقك، وحتى في القرآن مذكورة من يهده الله فهو المهتدي ومن يضله فلا هادي له ولا هادي لك أنت، هذه مذكورة. أوكي. في القرآن. أوكي، نزلت قود، ما بغيش تخدم معنا العقل ديالك. الله هو المسؤول عن الهداية، الى هداني الله. دابا الله اللي ما بغانيش نتهدى انا، وما بغاش بيا الليل، وما بغات شي واحد، دونك الله هو المسؤول. انا اوبس، اي ثينك اي بوت ماي كاميرا فور وي جين، وي جين تفضلي. ياك ما مازال كتبان الكاميرا، حيت باقي لك اللي كيتعلم. لا لا ما بانش، ما بانش الكاميرا، لا ما بانش دروك يقولوا هذا.
نيفر مايند. كمل لها نادرو حيت تتسال. لا بغيت واحد دقه نادرو بسرعه. قال لك سوره البقره ويتسولين سوره البقره. سوره البقره علاش تسمات بسوره البقره؟ قال لك واش قاري سوره البقره؟ قال لك البقره علاش تسمات بسوره البقره؟ قال لهم ذبحوا بقره صفراء فاقع لونها. علاش نذبح انا بقره؟ عرفتي غير باش تقرا هذا السبب النزول وهذه البقره الصفراء وسوره البقره راه كارثه تخرج من الاسلام. وخا غير تقرا السبب وعلاش تسمات سوره البقره تخرج من دين البقره. سمحوا لي الله يكفري سوره البقره. يوسف قبل نسيتي اللون فاقع يا صور المنظرين. واو بيوتيفول يلو يلو ديك الصنغ. anyway. اوكي هو هذاك اللي هاد نقول عنده ديك الهاله ديال التقليص هذيك اللي يحسبوا بنادم مفراش وعاود وعاود قلنا هكا فيقو فيقو راه عندك المايك مفتوح وقبيله غطوك عندك المايك مفتوح فيقو راه المايك مفتوح عندك. شكرا ثانكس. قلت لك هذيك الهاله ديال التقديس وعلى حنا كرهنا داك الشيء يكون بصح كون كان بصح ليس كيف تبان ليه الركاكة والتفكك وقصة الغير المحبكة يعني إلا الإعجاز اللغوي كذا حاجة ما عندهاش علاقة ماش. ويلا قلت له هذاك قبيلة حاجة ديال زوجنا لك هذيك الأخرى كيفاش تقول لهم أنا تزوجت بآية وسميتو وقضى منهم أشنا هي قضى لما قضى منها زعما سالا منها ما بقاتش مرتو دوز ليها أنت يعني it's like an orgy sorry guys. ومن بعد لا راه سير قرا وشوف لان اللي عنده ديك الهاله وما بغاش يحيدها ودوك الصوت ديال التجويد كلشي كيديروا غير اصوات زوينين وداك هذا اتس ايموشنال اتس لايك ميوزيك ملي كيتقرا ولكن تقرا بصوت عادي ديالي انا وكذا هذا كتجيك في شكل شنو هي اذا قضيتم الماكله انتشروا ولا تستأنسون للحديث جاب كيفاش انتشروا ينتشروا زعما اساسي خاص دابا هادو الغلط اللي كيديروا تيحسبوك انت عمرك ما قريتي ما عمر ما شفتي ما جيتي تحطي من السما. راه الناس اللي هما الحدول على دينيين راه قراوا القران من الصفحه من الاول للاخر اكثر من الناس اللي هما مازال سميتو. شكرا جينا على المداخله ديالك. معنا الاخ تمازيغش. اخ تمازيغش معنا. زول الشباب السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الاخر. عليكم السلام صديقي تفضل. بالنسبه للاخر تدخل ديالي على ديك الناس اللي كيدخلوا هنايا كتفهموا هو كيلصق لك في واحد الحاجه لا علاقه بحال هذيك اللي طلع دابا قال لك اقرا سوره البقره. انا حافظ سوره البقره انا حافظها كاع انا حافظها اش غادي ليا اشنو هو الفرق وبقره هادي سولت واحد هاد البقره هادي راه كذبه بقره كذبه ما كاينش عند اليهود كاع هاد البقره هادي عندهم هما التور ما عندهمش يعني الراج ديال البقره ماشي البقره. هو يقول لك اقرا سوره البقره انا قريتها اش ما انا ما فاش كنقراها كنضحك ما كتبدل لي حاجه حقيقه ما حاجه. انا فاش كنسمع القران ما عادي ماشي حاجه بحال شي ولد كيغني حدايا هذا هو هذا كنقولوا من يعني من قلبي يعني. وبالخصوص دابا فاش بحثت بزاف كنلقى بزاف ديال الديفوات. انا بالنسبه ليا بزاف ديال الديفوات يعني اي صوره كتلقى فيه مثلا 50 60 ديفو كشت واحد سميتو قال لك لولا الله لسقطت السماوات لولا الله لسقطت السماوات على الارض يعني من لو كان ماشي الله غادي تسقط كامل السماء على الارض. دابا كيفاش هادي دابا واش غنقولوا واحد السردينه تحت في البحر ولا البحر اللي تحت في السردينه يعني ما هذا يديرها شي واحد باين بنادم ماشي الله. والصلاه يقول لك الصلاه مثلا ولا رمضان ولا مثلا المغرب كيقول لك مع المغرب وين طلع السويد ما كاينش المغرب في السويد كيكون شي مرات كيكون 3 شهور تما غير الشمس ولا كتكون 3 شهور كاع ما كاينش غير الظلام. شنو غندير هنايا مثلا في رمضان طلع تما كي غندير انا نصوم تما ما كاين لا ساعه لا والو نقولوا دابا كاين ساعه ولا علاش واش ربي ما شافهاش كاين بزاف ديال الحوايج. وعلاش حتى الخضروات مذكورين غير اللي في تما عندهم ما مذكورينش شي حوايج ما كاينش عندهم
الاناناس كاين عنده كاين في القرى ما كاينش، البنان كاين، البلاطانو كاين، ما كاينش، الافوكا كاين، البطاطا ما كايناش، يعني كل شيء ما كاينش الا حاجه اللي كاينه تما، حاجه اللي كاينه تما. هذا هذا ما كيدخلش العقل، يعني العقل ديال الانسان انا ما نقدرش يعني نطيق هذا الشيء. وواحد الحاجه اخرى، كان تحدى واحد شي الفقيه ولا يدخل شي نصراني يفهم الدين، يقول له اولا يقول له الا خرجتي من الدين غنقتلوك. واش شي واحد يدخل؟ ما حتى واحد ما يدخل. والامازيغ ديال المغرب اللي دخلوا في الدين، كاع جدي حنا يما الوالد كلشي العائله ديالي، حتى واحد ما كيهضر العربيه، داخلين غير تابعين، وحتى حاجه ما فهم ما فهموها. لو كان فهموا حاجه وحده والله حتى واحد فيهم يدخل. ودخلوا باش دخلوا بلاصه ماشي بالخاطر ديالهم ولا هذيك. كاين بزاف ديال الحوايج ما يمكنش يكون هذا ما امبوسيبل، يعني لولا السيف ما ينتشرش الاسلام. الاسلام انتشر بالسيف، انتشر بالغزو، انتشر بالسبي، انتشر نصرته بالرعب مسيرة الشهر. قول الرسول جعل رزقي تحت ظلي رمحي، ايه وهاد الحوايج هادو المسلمين كاع ما عارفينهم. وحتى دابا ربي كيبغي الخامسه، يعني حتى ربي كيبغي الصدقه. وتخيل بنادم ساكن في الصحراء ياك، فعندنا حتى حنا عندنا الصحراء في الجزائر ولا في موريتانيا ولا في الريف، كيجيو واحد مجموعه واحد العصابه بالسيوفه كيهزموا على القريه، كيحيدوا لهم كل شيء اللي عندهم حتى البنات والدراري الصغار، كيردوا هادشي غنائم. وتخيل نتايا ساكن في واحد بلاصه نتا والعائله ديالك، ويجيو عندك واحد ما كتفهم لا اللغه ديالو وحتى حاجه، كيقول لك كيهدي لك كل شيء، ما وكيقول لك هادشي راه عندهم يعني حلال، هادشي يقول لك هادشي حلال. انا هادشي ما كيدخلش ليا لراسي. وكامل هذوك الدويلات، الدولات ديال بحال العباسيه، هذوك دويلات اللي حكموا الاسلام ديال المسلمين، هذوك اغلبيه دوك اللي كيحكموا الا رجعتيهم كتلقاهم تقاتلوا، قتلوهم هذا كيقتل هذا، على ما كيتدبزوا تما. هذوك الفلوس منين كيجيو؟ هذوك الفلوس اللي كانوا كيدبزوا عليهم تما، كان كيدبز واحد يعني كيكون كي عندهم واحد المبلغ ديال الفلوس كبير ديال الذهب، منين كيجي كامل من غنائم الاقتصاد ديال الاكونومي ديالهم، منين كيجي ماشي بالخدمه ولا فلاحه ولا التجاره ولا الصناعه، لا كيجي من السرقه، كامل من السرقه. تخيل نتايا تكون في شي بلاصه يقول لك انت في الريف مثلا ولا في السوس ولا في شي بلاصه، يقول لك الزكاه، يعني نتايا حصلتي شي حاجه الزكاه لمن؟ يديوه لدمشق ولا يديوه لمصر ولا يديوه للسعوديه. تخيل تخيل غير الفكره هذه. هذا هذا كانوا كيقنعوا هي تفضل تفضلي قلت لك هما كانوا كيقنعوا الناس بان السلام عليكم استمر ملي كان كيقنعوا الناس بان ملي دابا الناس اللي هما زوينين، دوك الناس اللي كتقدر تناقش معاهم في الدين، راه كاينين ناس منهم في عائلتنا والدينا كتحاول باغفوا تعرفي كي كيفكروا بوان فاسون انديريكت بلا ما يعرفوك بانك ما مقتنعش. ملي تقول لهم على هادوك منين جابوا داكشي ما كانت عندهم لا فلاحه لا حاجه، تيقول لك لا راه كانوا كياخذوا دوك القوافل. عافاك الميكرو كيقول لك كيتعرضوا لدوك القوافل ديال الكفار وكانوا كيحرروا العبيد. يعني حنا وهمونا انه هذيك الغزوات وهذيك التعرض للقوافل كان تعرضا لقوافل غير مستحقه لهذوك اللي عندهم، يعني هما ديجا هما شافرينها عندهم الناس كنحرروهم وانت كتحرر لهم هذاك العبيد ديالهم باش تمشي ناس معاهم. دونك انا بغيت نقول لك سواء كنتي في الامازيغ ولا في المغرب ولا في العرب، كل شيء كما قال نادرو بالسيف. هو الواحد يحاول ما يقولش حيت مثلا انا يا امازيغي ولا صيني ولا كذا راه جربوا علينا هذوك العرب، راه حتى العرب اللي حداهم راه رازمتوهم، حتى هما راه ما استاهلوش داكشي اللي داروا فيهم، فهمتي؟ اما بالنسبه لاي واحد يسمع شي ايه عايه فيها جوج سطوره ما يمكنش الاسلوب راكيك. ومني تيقول لك هذيك ما تقدر الاعجاز ما تقدرش تجيب بحالها، راه بيان سيغ ما نقدرش نجيب بحالها،
راه خاصني نزل المستوى العلمي ديالي والاي كيو ديالي باش نكتب براكاكا، لان جمله اي وحده فيها واحد الكلمه كتعاود ثلاثه مرات. ها هي فجوج سطور نقول لكم في ساعه. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكما او وخرجنا وخرجنا ونخرج. وكون كان شي كتاب تنشر بحال هكا غادي يحيدوه من السوق، يقول لك اش هاد الكاتبه هذا، حتى اصلا الاديتور ما غاديش يخلي داك الغلط. دونك بيان سور نخرجوا وخرجوا نخرجوا، ولولا انه كان كيسبح كيتسبح في بطن هذا لما كنت في بطنه دائما، ولا كنبتنا عليه شجرا وقطين ما الخاطب، يعني سطر ونص فيه خارج ثلاثه المرات. دونك يجي شي واحد يقول لك لا هادشي ما تقدرش، انا متاكده كل ما كان هذاك التجويد الواعر وداك الصوت الزوين وهذاك الخشوع وكذا، وتجي يقرا شي واحد بصوت عادي بحالي ولا اي واحد، يجي شي واحد يقول لك اش هادشي، ولكن عرفوا منين داروا التجويد وباحلى الاصوات. داك اختي التجويد حقيقه راه الا حيدنا لهم الماتريا ديال الكوك عادي محمد وجده ولا شي صوت زوين بالنسبه لي انا. محمد وجده كان حال المايك ما عرفتوش بغى يقول شي حاجه. محمد انا ولا شفت حتى تسالي ماشي مشكل حتى تسالي تستمر على المداخله الاخر. مرحبا مرحبا حسن تفضل احد. واش ممكن انا ولا محمد؟ حسن شكرا حسن. اذا الاخ اللي تكلم على سيب النساء حسن حسيماوي كتسمعوني مزيان نو؟ وي وي تنسمعوك. حسن مع اسمح لي انا نهضروا مع مازال ما كملش كان كيقول انا فقط حاجة. بغيت غير باش الاخ اللي دخل قبل مني قبيلتي باش هضر على ديك النماذج ديال السب وديال العدوان والاعتداء، وكيعتبروا ان حد السيف هذيك هي اللغه اللي خصها تكون، وهذيك هي الطريقه باش يكون واحد النوع ديال يعني الخضوع. الخضوع ومساله يعني كانت مساله كانت وقع عليها دراسات، لان كيفاش كلمة إسلام ولكن تجيب حد السيف، يعني هذا التناقض، هو إسلام ولكن تجيب حد السيف. اللي فهمنا من بعد بعد ما نضجنا شوية فهمنا بلي عودنا قراءات متعددة، فهمنا بلي أن الدين كيبقى مجرد طريقة ديال تفعيل الاقتصاد. كما كان عيبوا دابا على تجار الدين، حتى بديك الوقت كانت التجارة الدينية كانت مربحة، اللي كتدير واحد التمدد في الجغرافية ديال المنطقة، تمشي للصين تمشي لايران تمشي، يعني كاين تمدد ديال هذا الفكر هذا. الاخطر من ذلك بغيت نقول الاخ الكبير الكريم بلي ان الدليل هو غير في 2016 من الحركات ديال الحركات الجهاديه، يعني الحركات ديال العنف الدموي اللي كان في سوريا، فاش مشاو للمجموعه من المناطق اللي ما كانوش كانوش كيدي عندهم، ما كانش عندهم دين اسمه غير متدينين بالاسلام، مشاو داروا لهم السبي، داو العيالات، اغتصبوا الدراري، اغتصبوا، داروا جرائم. وهاد الجرائم ماشي انا اللي كنقولها، تيق الصحافه العالميه قاعد دوات عليها. وعلاش؟ لان كان هذاك هو المبرر الوحيد باش يزيدوا يعطيو القيمه للسلوك ديالهم اللي هو سلوك عدواني محض. هذا السلوك العدواني هذا كيلقاو التبرير ديالو المرجعيه ديالو في كسميتو في مجموعه من الايات، يمكن يكونوا فهموا خطا ولا استغلوا داك الفهم اللي بغاو هما باش يزيدوا يكرسوا القوه ديالهم والهيمنه ديالهم. انا غادي نولي لواحد اللقاء كنا درناه، هذه واحد 4 ولا 5 هنا في الحسيمانيت، وكان هذا اللقاء كيرمي اساسا، والعنوان ديالو العريض هو حرية المعتقد. دونك كان من بين الناس اللي كانوا كينشطوا هاد الندوة هادي واحد السلفي معروف، ما غاديش نذكر الاسم ديالو بطبيعة الحال، اللي إلى حد ما كيحاول ما امكن كيبرر ديك الهجمات وديك الشيء اللي وقع في المغرب في 16 ماي، وكيحاول يبرر كيبين بلي انه بالفعل كان واحد الفكر عندهم خاطئ هو اللي خلاهم يديروا ديك العمليات ويجنحوا العنف. انا شخصيا خديت الكلمه وسولته، قلت له علاش الاسلام كيدعو الى القتل، علاش الاسلام كيدعو الى القتل؟ رد عليا قال لي الاسلام ما عمره كان كيدعو الى القتل. جبت له جوج الايات معروفين،
وفي نفس الوقت جبر راسو محاصر لانه غادي خصو يجاوب ويجاوب يعني بالموضوعيه، ما يعطيليش تاويل الايه يمشي في السلبيه القتل انه ماشي قتل كما هو جاري بالعمل الان في مجموعه من اللقاءات. الحرس ما كيفسروش بانه علاقه جنسيه، القتل ماشي قتل، مجموعه من المصطلحات اللي كيكون عندها دلاله ديالها واضحه كيزيدوا يؤولوا باش ما يكونش داك باش ما يكونش داك داك الادانه، ولا بغيت نقول الادانه للسلوك اللي مرتبط بالدين. انا بصفتي انا مازال كنعتبر نفسي مازال مسلم الحمد لله مسلم، ولكن كنتصد لاي واحد كيبغي يقول لي يا ودي راه كسميتو راه كاين شي حوايج اللي كاين شي حوايج ما كتخضعش للمنطق، غادي خصنا نتفاهموا عليها. المسلم يعني كنمارس الشعائر ديالي، كنصلي وقتاش ولكن تنصلي امونغو، كنصلي تنصوم في العيد الكبير تنصلي، ولكن فاش كيطلع لي الدم كنوقف الصلاه كنوقف كل شيء كنبقى نتامل وشكرا. وي شكرا لك صديقي. المساله ديال التدين هي مساله بالدرجه الاولى هي نفسيه، بالدرجه الاولى هو الانسان تحتاج، اي انسان ماشي 100% ديال البشر، لكن نقدروا نقولوا واحد النسبه ديال البشر تحتاج لواحد النوع من الروحانيات. واحد حنا كنهضروا على الاسلام، علاش الاسلام؟ لان الاسلام فيه مشاكل. الاسلام كما قلتي فيه ايات ديال القتل، فيه ايات ديال العبوديه، فيه ايات ديال الزواج من الصغيرات، فيه ايات ديال التضييق على غير المسلم، يعني ما فيش حرية المعتقد. الإسلام لا يضمن حرية المعتقد، فيه قتل المرتد، فيه أمور لا أخلاقية. هذاك الشيء علاش كننتقدوا الإسلام. اللي كيجي هنا كيسولنا كيقولك علاش انت كتنتقد الإسلام، حيت حنا كنا مسلمين وما بقيناش مسلمين، وها علاش ما بقيناش مسلمين تنقولوا لكم علاش. حيت الإسلام فيه مشاكل، الإسلام كيسبب للوسواس القهري للناس. الشعوب ديالنا كلها عايشة في النفاق الاجتماعي، كلها عايشة في صراعات عائلية داخلية، صراعات. لاحظ معايا الدول الإسلامية كاملة كيفاش تتعيش في الصراعات والفتن. الفتن يا إما ديكتاتور تيطحن ناس كاملين ويسكتهم كما صدام ويسكتوا كامل، يا إما الفوضى وهذا اللي واقع في العراق من نزال صدام. قول لي ميريكان هي اللي زولت صدام. التاريخ كامل كيدوي على بزاف ديال صدامات كانوا وزالوا، ما زولتهمش ميريكان، لان البدايه ديال هذا الدين دمويه. من البدايه ديال الدين هي دمويه، لان بني على الغزو، بني على السطو على القبائل والنهب ديال الخيرات ديال الناس، هذه باش تبنى هذا الدين هذا. دونك المساله فيها واحد النوع ديال ارتكاسية نفسية اللي كتخلي بنادم في الأول كتكون صغير، وكيعلمك والديك كتخلق في أسرة مسلمة وكتعلم الإسلام، وكيكبرك هو خليط، ماشي كتعلم الإسلام، كيعلمك واحد الخليط ما بين التربية ديال الوالدين اللي كيبغيوك ديما تكون زوين، وما بين نوع الإسلام اللي هو كيزرع لك واحد الخوف من الصغر، كيزرع لك واحد الخوف خطير جدا، وكيخلي الإنسان ارتكاسي في دماغه، ديما راكبو الوسواس، ما قدش كيقول لك لا ولا ديك لا راه هي هي ولا ان شاء الله ولا داك الشيء بينه وبين، ما كتفهموش اشنو باغي يقول، واش هي ولا لا. هذاك الشيء علاش كنلاحظوا حنا في الناس اللي تحروا كنبقاو شوف هذاك كيقول لك لا راه هي لا راه ما كيتفلاش. هذه غير يعني كمثال. دونك الانسان خاصو يجلس ويخمم ويقول علاش حنا دايرين بحال هكا، علاش حنا متخلفين، علاش حنا دائما ما قادينش اننا نكونوا احرار ونكونوا عايشين في واحد التناغم بعضياتنا. علاش؟ لان كاين واحد السلطه دينيه مجتمعيه اللي كتدخل في جميع مناحي الحياه ديالك، كتدخل لك في حياتك، كيفاش تزوج، كيفاش تطلق، كيفاش تدخل للدار، كيفاش تخرج، كيفاش دير هذه، كيفاش دير الاخرى، ما يخليكش نهائيا انك
تاخذ قرار انطلاقا من المايك ديال قادر سد المايك تاخذ قرار انطلاقا من عقلك ماشي انطلاقا من شي حاجه قالها واحد هذه 1400 سنه اي ومني كنمشيو كنشوفوا هذاك الواحد هذاك الواحد شنو اشكون هو اشنو دار كيفاش كبر شنو كان كيخدم شنو كان كيدير كنلقاوه كان خدام عند واحد السيده تزوج بها ودعى النبوه دعى النبوه في الاول ما دار والو 13 عام هو يدرو في مكه ما هضر معاه حتى شي واحد يعني واقيلا 60 ديال الناس اللي تبعوه ولكن بقدرته قادر منين مشى للمدينه وهز السيف وقال لهم غادي تسلموا ولا نخلي ضربوكم كلشي يسلم بقدرته قادر يعني بنادم بحال تقول هذا هنا فين كتشوف كاين خلل في هذا الكتاب كامل ديال القران اللي كتقولوا لنا فيه الايجاز وفيه حوايج اللي هما خارقين للعاده وفيه كتقرا الياسو كتلقى كله اخطاء كتلقاه كله اخطاء علميه تاريخيه كله اخطاء واش كما قال الاخ قبيله السماء هزها الله لا طيح فينا هي السماء خرج من الارض دابا ما كتبان لك ما كاينش السماء شي حاجه سميتها السماء كرة أرضية غادية في الفضاء وفينا هي السماء واش المجرة ديالنا ولا المجرة ديال أندروميدا ولا المجرة اللي بعيدة علينا أخرى ديال ماغايان ولا مجرات الأخرين ديال ما العلم نهار الناس بنات العلم كفكر احنا كنشوفوهم فين وصلوا منين خدموا العقل ديالهم وتبنوا العلم كفكر اسمح لي الياسو جمجمه صاحبي صيفط جام ديال اللايك ما عرفش كبس الياسو كبستي عشان كبس سمعنا ولا كيبان لينا الياسو واش كبستي ولا ما كبستيش زعما كمل ماشي قعود كمل معليش نهار الانسان تبنى العلم والعقل انا كنسمع تبنى العلم والعقل انا كنسمع الامم اللي هي تبنت العلم والعقل انطلاقا للفكر والابداع تنشوفهم فين وصلوا نهار خلاو هذا الفكر ديال الدين اللي هو كنسميه انا سياسه قديمه الدين ما هو الا سياسه قديمه وقالها لهم الرسول في البدايه قال لهم ان انا جئتهم بكلمه تدين لهم بها العرب وتدفع لهم عنها الجزيه العاجب شنو هي هذه الكلمه قالوا له هي لا اله الا الله هي التوحيد هو كان عارف بان مساله التوحيد كيمكن لك تغزي بها وكيمكن لك انتصر بها على امبراطوريات كما وقع للمسلمين فعلا لما توحدوا على ذيك الكلمه انتصروا بها ولكن جابوا شي حضاره جابوا شي حاجه راه ما جابوا والو هما غزاو الحضارات غير كانت هما غزاو الحضارات وخذوا منهم كاع هذيك الشيء اللي مذكور في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي ديال اليونان مرج البحرين لا يلتقيان ديال اليونان التطور الجنين ديال اليونان كلهم هادو كتب تكتبات فيهم هاد المعلومات هادي ولكن المسلمين ما كيمشيوش يبحثوا ويعرفوا بان اصل القصص كامله اللي كاينه في القران هي قصص اما يونانيه ولا مسيحيه بحال اهل الكهف اللي قصه ديالها معروفه ديال يعقوب السروجي كل القران جبد اي قصه لقمان كذلك قصه كانت عند واحد وتسنى الرسول حتى مات ومشى وعند ولده وشرى منه هذيك الايه شراها منه خداها منه قال له خلصك فيها اي هذه المعلومات هذه حنا ناس كنا مسلمين وبقينا بحثنا في هذا الدين هذا بلا لوب عرفتي شنو هي لا لوب عرفتي فاش كتكون مسلم وتبغي تخرج من الاسلام شنو كيوقع لك راك انت كتمشي كتقلب هذا الشيء بلا لوب وكتبغي تعرف بالضبط اشنو هما الافكار هذه وعلاش جاوا وفي الاخير كتلقى بان الاديان صناعه بشريه من نهار البابليين ومن نهار السومريين ومن نهار الناس استقرت
وبدات كتستعمل تدير الزراعه وبدات الاستقرار من تما جات ما تسرقش وما تكذبش ولا ياغشي ديال رئيس القبيله والباتريارك وهي غاديه وغاديه. الياس وبغيت تقول شي حاجه تفضل. السلام عليكم. بلاتي كنتمنى قبيله باغا نجاوب حسن وكنتسناك تكمل انا طو على باش ما نبعدوش. سمحي لي جين تفضلي. لا باش ما نبعدوش على حسن حيت من قبيله عندي واحد ربع ساعه باش قال شي حاجه وبغيت نجاوبو. منين قال كيصلي على الطريقه ديالو، يعني مثلا بحال قلتي كتقول انا بغيت نرتاح نصلي مره في النهار ماشي ضروري الكوانتيتي بقى في الكواليتي، وحتى فاش كتبدا تقرا دوك الايات كتعمد تقرا دوك اللي ما فيهمش العنف وكذا. يعني دابا منعلم علاش كيحس براسو مازال مسلم، لان كيشوف هذاك التخويف اللي كيكبر فيه من الصغر وداك الشيء ديال حد الرده، وحتى اصلا كما قالت هذيك اللي كتغوت قبيله هذيك اللي قالت لكم نتوما مسهلش عليكم والله انا مسهل عليا عندي بيزنس، قالت لك انا لست مؤمره ان اصدق انا مأموره ان اؤمن، يعني انا ما بغيتش نشغل عقلي وانتوما مالكم، قالت لكم انا ماشي ما خاصنيش نصدق انا خاصني نؤمن. اذا من هنا من داك التخويف اللي فيه من الصغر هو اللي تيخليه يمشي يقلب على لا فيرسيون تاعو. هاد لا فاز خويا حسن قاعد تزنا فيها، كتقلب على واحد كتكون واحد ستاند باي فيرسيون ديالي ما بين وبين. دابا انت ستاند باي، دابا انت بيرغاتوري، دابا انت جالس واحد البلاصه كتخلطي فيها كتقلب على لا فيرسيون تاعك. لا والله العظيم راني صريح ودويت معكم صريح، التجربه ديالي هي هذه مع الدين، هي هذه عندي الدين مؤقت وقتاش ما كترشق لي كنمارس العقيده ديالي، ولا كنمارس العقيده اللي ماشي كنرتاح ليها كنمارس ديك الشيء اضطرارا. وي اضطرارا راه غلبنا بحالك وا درويش راه قالها شحال هادي جربناك يا الله، فهمتي يعني بلا ما ندخلوا في السيره الاخرين حقيقه باش نجاوبك ونخلي الاخر يهضر. انت عملتي قراءه حسن خليها تفضل تفي المايك ديالك. ميرسي. قلت لك كادزنا في داك الشيء، دابا انت هذا الشيء اللي كتقول لينا كادزنا في شي داز في هذه 5 سنين شي 15 عام. دونك انا كنحاول نقول لك اشنو هو هذا الدين اللي خاصك انت غير كانسان، انت غير انسان خطا كتمودي فيه باش تومبيليسي، هو خاصو اصلا يكون بيرفكت، ماشي انت اللي هدي لي لومبيليسمو. دونك من الاول علاش باش هذوك الناس اللي ما تيفهموش كيقولوا بنادم غير جا ولا ملحد ولا جا ولا لا ديني، عباد الله واحد فهموا راه اغلب هاد الناس اللي بحثوا كما قالنا ضروا بلا لوب راه عندهم والديهم تدينين وعندهم كذا، وتيكسر لك قلبك ملي كتشوف داك باك اللي فيه 70 عام كينوض يطض وهذا واقف وعيان. علاش لان اصلا من الصغر لا ما خاصكش تشكك، وانت مطلوب منك تؤمن ماشي ان تصدق، ولا شكيتي وكتمشي تعاود لشي حد كيخاف منك. اما كون على يقين، كون كانت لا فليكسيبيليتي في الاسلام بحال المسيح. شوف دابا مثلا كنت شي وحده ما شقاتش ليها، انا صاحبتي مسيحيه لبنانيه ولات مسلمه، تزوجت بان الجيريان مسلم تسلمات وتلاقيت مع ديك النهار داروا باربيكيو عادي، والديها ما مقلقينش، هادو هما ولاكم دينكم ولا دين والديها كنعرفو من 20 عام مسيحيين مازال ولات مسلمه. قلت لها ريلي؟ قالت لي اياه والديها عندهم عادي، حيت هما ما عندهمش ديك الرده وديك الشيء اللي غيخلعهم. حنا كتفضل دير اسمحوا لي ان فيرسيون ديالك تعيش فيها وهميه على انك تواجه هذاك الغول، لان ما يقيلك حتى واحد ملي كيقول لك بنادم عندي موحد ولا لا ديني كفس من اي حاجه اخرى. علاش؟ حيت دابا انا تزدت الصدفه الجيوغرافيه خلاتني تزد هكاك ما عنديش حق نخرج، ولكن هذاك اللي له هندوسي قلتي اكثر مني انا قلت لكم ودنوا لي فودني عندي قسمين بالعمر. دونك خاص الواحد هاد الناس كيسمعوا يعرفوا بان راه بنادم مبحث بحث بحث كما كنهضروا بلا لوب وماشي لخاطرو، وكلشي كيدوز ماشي هي كيمشي في البلاصه كيخرج، كدوز في ديك لافاز ديال اجي رمضان نصوم مع الناس نشرب غير الماء شافني حد عاد، من بعد كتقول بلاتي نشوف نسكن بوحدي ولا نسافر في داك الشهر. كتحاول ما امكن تعايش، كتحاول ما امكن تلقى شي حاجه باش تبرد على راسك، لان لو شوك من بعد 20 عام في الحاجه 30 40 ولا 50 راه ما ساهلش. اوكي شكرا. الياس تفضل خويا تفضل. اكزاكتو ماي راكم تسمعوا فيا؟ كاين تقارب راكم تسمعوا فيا؟ وي كنسمعوك. تسنى الياس وتسنى نسمعوا حسن اش غادي يقول عافاك. تفضل حسن. انا كما دوات الاخت الصديقه، المهم كيبان لي بلي ما كاينش شي تباعد كبير في الفهم. ما كاينش تباعد، كاين تقارب. داكشي اللي كتقولوا راني كان جلو سون بيان، كنعرفوا ماشي ما تعرفوش، كنعرف بلي ان اصلا بعد الدين جا من الخوف. الخوف هو اللي خلق الدين،
الدين ما جاش باش يشطح الناس ويفرح الناس، باش يخلعهم يخوفهم، بس سي نورمال، لان الكوارث الطبيعيه هذيك هي اللي كانت السبب باش خص تكون واحد القوه الهيه باش تعطي التوازن للانسان باش يطمئن ويرتاح ويستمر في الحياه. ما كاينش، كنشوف انا ما كاينش اختلاف في الفكره، ولكن غير كنزيد نوضح بلي انا اكثر صراحه من اي شخص اخر. ديك مثلا انا شد انا 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 هكذا فهمت الدين، فهمت بلي انا غادي يتزير بيا الحال، ومن هذاك خصي شي حاجه ديال لا سبيريوريتي بيرسونيل كما قلتي، لا ريليجيو اما فيرسيون اما بروب فيرسيون. كنلقى فيها راحتي مزيان، ماشي كندير داك الشيء باش الناس يقولوا هذاك راه كيصلي ولا ما كيصليش. نو جو مو فو انا ديجا ما عندي ضرر. انا شكرا شكرا خويا حسن. ماشي هذاك الشيء راه قالوا بنادم، ما قالوش الله. واش الله غايقول لك تزوج بزين وتزوج بخديجه؟ واش هو ما عنده ما يدار؟ يقول لك هذاك منين لما قضى منها، انت واقيلا ما سمعتيناش قبيله، قال لك منين زايد سالة منها تزوجناكها ومرت هذيك زينب هي اللي كانت كتباها كاع العيالات الرسول الاخرين، كتقول لهم كيبغيكم تنتوما، انت يا اجمل وانت كذا، ولكن انا زوجني الاله. واش الله كيقول لي زوجناك زينب بعد ان قضى منها زيد؟ قالت كيكتب لك بخينوم تمايا. واش دابا هذا الشيء كيبان لك انت نورمال؟ هو هذاك الشيء اللي كتقول انت الهي كاين. انا اغنوستيك، انا لا ديني، انا عارفه كاين واحد الباور ماشي هي اللي كتهضر على الحيض ديالي، انا براسي ما باغاش نهضر. اوكي هذاك الشيء كتبوه. شكرا جين. ديك الساعه اسمح لي. شكرا اختي جين. نسمعوا الياس، تفضل الياس. السلام عليكم. شوف اخي، اولا انا مسلم، شاي عندي رساله لوحدين اهل السنه كما يقولوا. يقولنا ربي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. علاش تخاف عليه؟ لو اجتمع الإنس والجن حتى واحد ما عنده ما يقدر يتوشيه، ولا حتى واحد ما عنده الحق بيدافع على الرسول ولا ربي. حتى الرسول قالنا ما أنا بشر مثلي مثلكم، علاش تقدسوا؟ علاش تديروا له في مكة قبر النبي والناس يزوروه؟ راكم رجعتوا دخلتوا المثالية، رمستوا الإسلام، درتوا رموز. نسقسي أي طفل صغير تقول ارسم لي حاجة مثل الإسلام، غادي يرسم لك الكعبة. علاش؟ على ركن الإسلام مش الكعبة. الكعبة هي بلاصة اللي كانت قبل الإسلام، كانت تكزيستي قبل ما ينزل القرآن كاع. الناس كانوا يعبدوا فيها الأوثان، داخل كان فيها الأصنام، صار العجب فيها، الناس غناو، داروا خرافات، داروا دعارة فيها، يجوا من اليمن يدوروا، اللي ما تزوجش تروح تحك فيها، داروا تير. هذا الصوالح العبد هو اللي دارهم ماشي ربي. أنا بور مو الحج خرافات وبيزنس. أنا ربي ما قاليش خلص 80 مليون ولا باه تروح تزور الاخر. وعلاش قبر جدي انا تقول لي حرام تبنيه بدعه؟ الرسول يقول لكم اذا وجدتم قبرا فسطحوه. هو ما درنا لا قبر قدس خط، الناس راه تروح تستعبد فيها. علاش تروح تدعي؟ اخ ما كتامنش انت بالحديث، كتامن هي بالقران، كتامن هي بالقران. شي ما تامنش بالحديث، شي السواده اخي زادوا فيها. انا فورموسوني زادوا فيها. علاش تروح تدعي في قبر الرسول باه يشفيك؟ لا الرسول ما يشفيش، ربي هو اللي يشفي. الرسول قال لكم ما انا بشر مثلي مثلكم، دونك خلقوا لنا بدعه كيما هكا. وحنا في الجزائر ولا في المغرب ولا بدعه كيما هكا، وحنا في الجزائر ولا في المغرب ولا حنا عندنا علماء تاع دين قراو اكثر من القرضاوي اللي قرض ربنا كاع وقت، وقراو اكثر من الغزالي. جا القرضاوي يتزوج بالجزيرية، جا الغزالي يتزوج بالجزيرية، مثنى وثلاث، يعرفوا غير المثنى وثلاث. علاش خلصوا العلماء في الجزائر باه نديروا حنا مدرسة سعودية في الجزائر؟ وي انت ندر عرفوا غير دزتي مسلم وداك الشيء. أي واحدة غادي نبقاو نعاودوها حتى غادي ملينا هذه القضية هذه. مسلم مسلم حيت والديك مسلمين، واش أنت عمرك فكرتي في صحة الإسلام؟ عمرك قلبتي في الدليل على النبوة ديال محمد؟ ما عمرك بحثتي فيها؟ دخلتي دخلوك الاسلام اصحاب السنه؟ انا اصحاب السنه، هذو السواعده ردوا بالكم، هذو خبثاء، هذو ما يصلح لهم لا شرب. لا حتى شرب. احنا كنعتبروا الاسلام دين خبيث، كنعتبروا تقدر دين خور. الاسلام دين خبيث يا اخي، كاين المسلمين اللي خبيث. شوف الدين اللي كيهز السيف على الانسان وكيبني جهنم باش يحرق فيها الانسان، الدين من صناعة الإنسان. ولكن جيبوا شي دين زوين، شي دين فيه كيفاش من صناعة الإنسان؟
من شي دين زوين. الاسلام من صناعه الانسان، راه خالق المجرات ما كيهضرش مع الانسان، ولا بغى يهضر مع الانسان ما عنده اصلا، ما عندوش. اش غادي يقول الانسان؟ عبدني. واش العباده شي حاجه اللي محتاج ليها هذا الاله؟ واش الايمان به شي حاجه محتاج ليها هذا الاله؟ يعني خصك تخرج راسك، خصك تخرج من هذيك لا ديمونسيون بان الدين كاين، وفكر واش فعلا الدين ميك سنس. واش سي لوجيك ان خالق المجرات افرض واحد الدين على الانسان؟ انا كنتفهم الانسان كيخلق الدين حيت كيلقى فيه الراحه، ولكن ما تدخلوش الاله، ما خصوش يكون ان دوفوار ديال الانسان، خص يكون شي حاجه فولونتير ديال الانسان. اخي فوت واحد الدين، خلق له واحد الدين. خالق المجرات ما عمره هضر مع الانسان، حيت ما يمكنش يهضر معاه وما يقول ليه والو. هذا اللي وقع في الدين مثلا في الإسلام، الإله هضر مع الإنسان، كتب قرآن فيه 60 حزب، ولكن جينا نقلب القرآن لقيناه ما قال فيه والو، وبالعكس لقينا فيه كاين السيف، كاين السبي، كاين القتل، كاين الغزو، كاين ضرب المرأة، كاين بزاف ديال الحوايج اللي يكون حنا ما عشنا بلا دين كنا غادي نكونوا حسن من هذا الشيء اللي حنا فيه دابا. صح أخي، أنت ملحد. انا ماشي ملحد، كاين واحد الخالق، كاين خالق المجرات وداك الشيء، ولكن المشكل عندي في هذاك لو كونتاكت، انه مشى عند شي ناس كيعيشوا في الخيام في الصحراء وقال لهم عندكم الحق تدخلوا على عباد الله، على اقوام اخرى وعلى قبائل اخرى، وتاخذوا لهم المتاع ديالهم وتقتلوهم، وتاخذوا لهم النساء ديالهم وتخزيوهم. انا هذا الاله ما يمكنش لي نؤمن به، إله اللي مستعد أن يحرق واحد الإنسان بدون انقطاع، يبقى يحرق فيه. أنا ما كان أمنش بإله بحال بهالطريقة هذه. إلا أنت كتبان لك الروحانيات فالشي، أنا كان أعتقد الروحانيات بعيدة عن الدماء، بعيدة عن التعدي على الآخر، بعيدة عن التسلط. هذا هو الروحانيات. بس كتقلب على الروحانيات كتدير له كوتي بوزيتيف. على انت ما عندكش عداوه مع واحد الانسان ما كيامنش بالله، اوتوماتيكمون انت مسلم، اذا هذا كسميتو كافر. اذا كافر، اذا خلقتي ايوا، اذا انت عندك واحد الدين ماشي ديال الاسلام. حنا كنهضروا في مع المسلمين، والسؤال هو علاش انت مسلم؟ المسلمين اهل مسلم، الا كنت مسلم بالوراثه، الا كنت اخويا الياسو الى السعوديين، هذا السعوديين كما كانوا جاهلين وما كانوا مسلمين، ربي ما يرسلش عليهم الياسو بليز. دابا ما تبقاش تجي وتقيا علينا اي حاجه. كيفاش نتقيا عليك؟ تقيا يعني